السلام عليكم. ماما شلونك؟ من الولاده ما يسمع. اي والله. من الولاده ماكو صوت. لا. من الولاده؟ ماكو. ابد ماكو. هسه ان شاء الله طيب باذن الله. ان شاء الله. شو اسمه ماما؟ محمد. لاي مكان جاي؟ من كركوك. هسه طيب باذن الله تعالى. هذا معجزه قران دبارك ماني ابوي اكثر ناس بعض المكان ها. والله انا رجل بسيط. بس هو شاف يقول كافي الله. فاش بس اريد منكم ترجعون الى التوحيد والقران والسنه. هو شاف يقول قران رب العالمين. بس هنا السبب. نعم. بس أطفال ودوا برا إذا ما أكو زحمة عليكم. وإذا مريضت فهو يشفيني، وإذا مريضت فهو يشفيني، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا ربي انزل معجزتك حتى الناس يرجع إلى كتاب الله وسنته حتى يدخلون جنات عند كل الناس. يا أيها المسيحيين يهودين كلهم ارجعوا إلى آخر رسالة الإسلام. الله أحبكم، أنا ما أكرهك. يا أيها العالم ساعدوني حتى نفتح مستشفيات من قبل السرطان والأعراض والجن والأمراض بإذن الله. قسم منهم فوري يطيبوا القصور وما يطيبوا القصور. أنا مش نبي عيسى ونبي محمد، أنا أبوي كنان رجل بسيط، ولكن القرآن هو الشفاء معجزة بدون مقابل يعالجكم. اشفي يا رب العالمين تشافي. وإذا مريضت فهو يشفيني، وإذا مريضت فاشهد. ولا من ذلك كبار، أنا أخويا كم شاي كاتب. يا الله أنت الشافي. يا ربي اخوان شفاي بيني كم قال لي من داري جنيني. يا ربي انت الشافي، احنا السبب، احنا اسباب، ولكن انت الشافي. واذا مريضت فهو يشفيني، واذا مريضت اخواني اذا طاب نصلي على النبي ان شاء الله. يا الله يا الله يا الله. اسمع يقول ما اسمع. شوف يقول ما اسمع. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا الله أنت الشافي. يا الله يا الله. ارفع راسك. اسمع. اللهم صل على محمد. اسمع. الله قليل. الله أكبر. كان قال ما اسمع سيقول اسمع قليل. وإذا مريضت فهو يشفيني، وإذا مريضت فهو يشفيني. يا ربي انزل معجزتك على الناس حتى الناس يرجع إلى كتابك وعلى سنة نبيك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. خلاصك. يقول ما اسمع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شوف هذا المعجزة بالقرآن. يقول ما اسمع، هسه يسمع إن شاء الله. يا الله. اسمع. خليل. اللهم يا الحمد لله هسه زين تسمع. خليل. قل قل الله. صوت صوت صوت. الله. الله. واحد. يلا الله خلينا نصلي عليه جماعة. الله اثنين. صوت صوت صوت. خلينا نسمع. اثنين. اثنين. طيب. واحد. صوت. يجي. يجي. الله أكبر يقول اسمع. هذا. الله أكبر. قول قول اثنين. اثنين. واحد. جماعة خلينا نصلي على النبي. هذا اخواني شوف هذا سمعوا فتح واذنوا ولكن باقي شوية وصل الله. وهذا معجز القرآن. وهذا آخر مرة أشوف نسوي. وإذا مريضت فهو يشفيني، وإذا مريضت فهو يشفيني. ربي أنت الشافي يا الله اشفي. تسمع؟ قليل. قليل؟ قليل. تسمع؟ ضعيف يقول. اسمع. الله اكبر. قل قل اثنين. واحد. ثلاثة. أربعة. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. والسلام عليكم. وهذا هو مجد القرآن. ارجع إلى كتاب الله وسنة النبي. والسلام عليكم.